طعنا وقف احتجاجي لفك أسرى المعتقلين لدى النظام الفاجر ولدى جماعة قسد. يعني الله هيك يا رب يفك الأسر الشباب كلها، وإن شاء الله يا رب الله يعودنا على ديارنا على مدينة حمص وعلى كل المحافظات السورية. اليوم كنا في وقفة احتجاجية لنطالب بحق العودة إلى ديارنا كجميع المحافظات السورية التي خرجت من القصف الوحشي الهمجي للنظام المجرم، ولمطالبنا الأساسية التي هي إخراج المعتقلين لضا النظام المجرم وميليشياته. اليوم خرجنا وقفة احتجاجية لنطالب بإخراج المعتقلين من أقبية النظام ومن أقبية المجرم ومخابراته، كما طالبنا يعني من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أنه يضغطوا على النظام المجرم أنه يخرجوا المعتقلين من الأقبية والسجون.